لما حد مننا يغلط في قانون وفي قضاء، فمش عايزين احنا يعني نقفز على كده ويعني ونوجه، عايزين دايما نقول ايه الموضوع ده في هذا القضاء كلنا خلاص خلاص يبقى ما نتكلمش فيه، او على الاقل لو اتكلمنا فيه لا نسيء لاحد، لان في الاخر احنا بنتكلم عن ناس وراها اسر قاعده في بيوتها وده صعب يعني اي حد. فالفساد ما فيش مجال لي. شوفوا احنا مش هنسمح بكده خالص، وارجو ان دي تصل لينا كلنا، والله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد. بقول الكلام ده وكلام ده والله لا يمس اي حد في الحكومة ولا ده ولا ده، لكن بقولها بصفة عامة عشان احنا نخلي بالنا ونقول لا، الموضوع جوانا احنا واحنا كلنا نتصدى ليه ولا نسمح بيه. وبالمناسبة الفساد مش بس، وانا قلت الحكاية دي قبل كده، مش انك انت تاخد بدون وجه حق. طب انا هقول لكم على حاجة، لو انا طلعت منتج تعليمي اوعى حد يزعل، المنتج التعليمي ده مش للمعايير التعليم الحقيقية، انا بعتبر نفسي ان انا قدمت للمجتمع حاجة مش كويسة. يعني النهاردة لو انا النهاردة في التعليم على سبيل المثال، لكن ان احنا قاعدين مع الشباب وفي الجامعة وكده، لو قدمت منتج تم اعداده بشكل مش كامل وخرجته للمجتمع، وكنت لسه بتكلم مع السادة رؤساء يعني الجامعات واللي هم المسؤولين عن التعليم في مصر، بقول لهم لو طبيب خرجناه مش كفء كفاية وعمل إعاقة لإنسان، يا ترى ده يساوي كام؟ أو لإنسان أو ضيع حياته يساوي كام؟ يا ترى ده ايه؟ يا ترى ده ايه؟ مش فساد برضه؟ يا رب نوصل في يوم يبقى لنا احنا معايير، يقول لك معايير التعليم المصري.